امتحانات ديال هاد العام هذا كانوا في المستوى، يعني ماشي صعبين بزاف ماشي ساهلين، من غير امتحان ديال الماط، ديال الماط اللي كان شويه صعيب وطويل. اليوم الامتحان كان مزيان، واخا هو شويه طويل ولكن مزيان. الامتحانات كان مدازو مزيان والحمد لله. امتحان الاس في تي كان طويل شويه، 3 ساعات ما كفاتناش، الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، واجواء في وسط القسم هي هذيك. لا الامتحان يعني كان في المستوى، يعني مش هو طويل شي حاجه، 3 ساعات ما كانتش كافيانا، بالحق الحمد لله، الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. بالنسبه للامتحانات هذا العام كانوا ساهلين مقارنه بالاعوام اللي فاتوا، من غير انه الاس في تي كان شويه طويل، كان ساهل ولكن طويل، يعني الوقت كان مزير علينا. امتحانات الصراحه الله كانوا ساهلين، مات وفيزيك وكذا، جاو الاس في تي ضروري ما كان خصهم يصعبوا شي حاجه، طويل بزاف وصعيب، اما داكشي اللي بقى هو كان طويل امتحانات اخرين ولكن الصراحه ساهلين، لكن الحمد لله دابا سالينا وتهنينا. اليوم ساليت الامتحان، كان الامتحان ديال السيونس مزيان في المستوى، كلشي دوز مزيان، داكشي كان ماشي سهل ماشي صعيب، ولكن الا خدمتي مزيان غادي تجيب. الامتحان ديال الماتيماتيك البارح كان طويل واحد شويه، ماشي واحد شويه طويل، والفونكسيون حطوها لنا قاصحه شويه، ولكن المهم اون توكا كلشي داز مزيان. لونغلي ما نهضروش عليها، الفلسفه اي بوي في الاخر كتبقى لنا الفيزيك، حنايا بي سي، دونك الحمد لله خدمنا مزيان، وان توكا كلشي داز مزيان الحمد لله، اللي تهنينا ودابا نعيش الحياه. كانوا في المستوى زعما باغابوغ من الاعوام اللي فاتوا كانوا مزيانين، غير شنو كاين مشكل واحد هو في اس في تي كانت طويله طويله بزاف، يعني اصلا ما كنظنش شي واحد واقيلا سالها من غير الا كان كيطر. الحراسه كانت مزيانه، الثانوي ديالنا كانت لان كتميز، الثانوي ديالنا ما كانش حتى شي حاله ديال الغش، كلشي معتمد على راسو، كلشي كان كيعتمد على راسو، يعني ما كاينش شي واحد اللي حاول انه يغش ولا شي حاجه. كنظن ان الحمد لله المستوى كان مزيان هذا العام. هذا امتحان البكالوريا داز في المستوى، ولكن شويه اس في تي كان شويه طويل، والمات كان مزيان، والفيزيك حتى هو مزيان، لونغلي كان في المستوى، فلسفه هي كانت في المستوى، من غير اس في تي كان شويه طويل.